راحت هي وابنها تتفسح في جنينة الحيوانات، راحوا ناحية القفص اللي فيه القرود. الواد بيقول له مش شايفة يا ماما القرد اللي شبه بابا؟ قالت له اسكت لحسن القرد يزعل. راجل طويل قوي راح للدكتور، قال له دكتور انا لما بمشي بحس ان انا بميل. الدكتور اللي بص فيه كده لقى طويل قوي، قال له ازالة 3 ادوار.